راديو كاب FM الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. مرحبا بكم انتم في تزركة وفي دورة جديدة مهرجان البحر، اللي هذا المهرجان اللي تقريبا تو عنده أكثر من 10 سنين ما نشطش. بفضل حقيقة جمعية تزركة ثقافة فن وتراث حاولنا نحيو هذا المهرجان في دورة، حاولنا ننوع بين الموسيقى والرقص والألعاب الترفيهية والألعاب الشاطئية. انطلق المهرجان نهار 11 وتواصل حتى نهار 14 في كيف قلت لك موسيقى مسرح سينما. حاولنا ننوع في كل العروض إن شاء الله تكون دورة انطلاقة جديدة للمهرجان، إن شاء الله عام الجاي يكون أحسن وأفضل. لكن تحكينا شوية على الجمعية. نعم. على الجمعية لكن تحكينا شوية. الجمعية عندها أقل من عام تأسست. هي جمعية ماهيش مختصة في مهرجان البركة، لكن من بين الأهداف نتاعها هي إحياء مهرجان البحر بتزركة. قمنا بنشاط خلال السنة الفارطة في شهر ديسمبر، كان نشاط متميز. ونيو إن شاء الله في افتتاح الموسم الثقافي الجديد في اكتوبر باش نرجعوا للنشاط، يكون نشاط موجه لكل فئات تقريبا عموريه وثقافيه. الاطراف الداعمه للمهرجان؟ نعم. الاطراف الداعمه للمهرجان؟ الاطراف الداعمه هي اولا اولاد الجمعيه، الحقيقه شباب متحمس متطوع، وزاره الثقافه، وزاره الشؤون الثقافيه بطبيعه الحال، والمندوبيه الجويه للثقافه، بلديه تزركة ما نسويهاش، بعض الخواص اللي دعمونا ماليا ما نجمش نقول نسميهم الكل. شكرا. فماش حاجه تحب تضيفها؟ والله ما سمعتكش. فماش حاجه تحب تضيفها؟ سلم على كابا فان، مرحبا بكم، خاطر ماكوش اول مره تجي وحدنا، جيتوا وحدنا عديد المرات، ان شاء الله تواصل وجودكم معنا في كل التظاهرات. شكرا لكم. راديو كاب FM الإذاعة الأولى في الوطن القبلي.